في حكايه لراجل جميل جدا اسمه عم فؤاد، اللي بيطلق عليه الناس هناك في سوق عابدين الدكتور فؤاد. هو واقف ولابس بلطو ابيض وبيشتغل في تحضير السمك وطبخه وبيعه. حكايه عم فؤاد زي ناس كتير قررت انها تبعد عن مجال دراستها وتركز في مهنه تانيه. وهو علشان السمك تخلى عن شهادته اللي حصل عليها وهي ليسانس اداب قسم عبري. تصور يعني. وبقى واحد من اشهر بياعين السمك هناك. تعالوا نشوف حكايه عم فؤاد في تقرير زميلتنا رانيا ناصر. ليسانس اداب الشعب العبري مواليد 53. بعد التخرج التعيين بتاعي جه مجلس الشعب وكان سفرجي. فطبعا اياميها كلمه سفرجي بمعنى زي ساعي. وبقيت سفرجي لغايه ما وصلت كابتن استقبال في المجلس. حسيت ان الدخل مش مناسب ففضلت العمل الحر وبدات بالسمك. انا من عابدين اصلا. ولما دخلت السوق طبعا كان نقله تانيه خالص، مستوى تاني خالص، ظهر العمله. فكان صعب في الاول لكن مع حب ليهم وحبهم ليا قدرت ان انا اتوالف معاهم. لقب الدكتور ده كان نتيجه للبلطو الابيض. والاول كانوا بيهزروا معايا اول ما لبست البلطو الابيض، فكان اسال زبون عايز ايه يقول لي شعر دقن، اجي اديله الطلب يقول لي قول نعيما. وكان الموضوع بهزار. انا فضلت اللبس ده لطبيعه السوق، ما ينفعش البس حاجه تانية هتبقى مناسبه لواحد بيشتغل في الاكل والشرب غير البلطو الابيض. وبعدين موضوع الشياكه وبتاع ده فخامه منكم ليا والله. اصعب سمكه كانت السمكه الماكريل، كانوا بيقولوا عليها سمكه روسي. كانت متميزه بحاجه كده معينه، ليها ريحه معينه. ممارستي ليها وتعاملي معاها اكتر سمكه انا حبيتها. عرفت اتخلص من حاجات كتير واضيف لها حاجات كتير واضحت بالصوره المناسبه ليها دي. السمك انا الناس بتعمله بالطريقه التقليديه اللي هو الرده المحروقه والجريل لا احنا بنعمله بطريقه السموك سالمون، عمليه التدخين. السمكه بتتدخن عشان احافظ على اكبر قدر ممكن من الفيتامين اللي جواها. بالذات الماكريل احلى سمكه كفيتامين. الناس متعوده الكلاسيكيه في الحشو، كزبره وبقدونس وبصل وفلفل اخضر. يمكن عملت كده زمان لكن بعد كده ابتديت اطور فيها. دخلت حمص الشام ودخلت الفاكهه ودخلت الزيتون والليمون والدقه. فكان بالنسبه للسوق حاجه جديده. اتمنى ان ابني يكمل مكاني. هو لسانسي حقوق وبرضه رفض الوظيفه رغم انه اتعين برضه معانا، ومع ذلك اتمنى ان هو يستمر معايا رغم بساطة المكان.